يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. إيه المقصود باللي إحنا بنتبع الجماعة ونتبع السنة والجماعة؟ حتى إحنا اسمنا أهل السنة والجماعة، فإيه المقصود بالجماعة؟ مين يعرف؟ نقول كده ونشوف. جماعة المسلمين. صح، جماعة المسلمين. اللي هي إيه برضو جماعة المسلمين؟ اللي أنا انضم لجماعة معينة بتدعو إلى الله أو تأمر بالمعروف. ما أنا ده أنا بسأل واحدة واحدة عليا. فنتبع جماعة، ما هو بيقول جماعة المسلمين وإحنا بنتبع السنة والجماعة. طب إيه هي الجماعة؟ الجماعة اللي هي جماعة المسلمين اللي اجتمعوا على شيء، يعني لو في ناس في جماعة اجتمعوا على شيء وفي فرقة إحنا نتبع الجماعة. تمام، دي جماعة الصلاة. تمام، دي كلها أمثلة من الجماعة المقصودة، جماعة الصلاة، الجماعة على شيء معين، حق في الدين. جماعة الكتاب والسنة. أهل الكتاب. تمام، الكتاب والسنة. الجماعة عشان نفهمها في جماعة أشخاص وجماعة منهج. خلينا في الأشخاص، إحنا معانا جماعة، الجماعة اللي هي الدولة المسلمة اللي يتولاها رئيس مسلم. طيب ما احنا ساعات بنلاقي الجمعيه الشرعيه مثلا شغاله، هل دي تبقى جماعه بره جماعه المسلمين؟ اقول لك لا، لان الجمعيه الشرعيه وغيرها تحت، الله يفتح عليك، تحت وزاره التضامن اللي هي تابعه للدوله المسلمه، يبقى هي شغاله مع الدوله، الدوله المسلمه. هنا ما فيش فرق، هنا كلها جماعات ما دام تحت لواء الدوله المسلمه يبقى دي الجماعة اللي انت تتبعها. انما نفترض انا النهاردة عملت جماعة، قلت لكم يا جماعة سيبكم بقى من اللي بتعملوا الدولة وظلم الدولة، واحنا ايه هندعو الى الله ونأمر بالمعروف ونقيم الحدود كمان. في الحالة دي احنا بقينا دولة داخل الدولة، حصل انشقاق وفرق وخلاف وهذا لا يجوز. ساعتها انت تتبع بقى الجماعة اللي هي اللي انشقت على الدولة، ولا بتتبع الدولة؟ تتبع الدولة المسلمة اللي عليها الحاكم المسلم. يبقى مفيش حاجة اسمها جماعة داخل الدولة مش متقيدة بقيود الدولة، دي مقصود بها الجماعة. فانت في السعودية بتتبع الدولة السعودية والحاكم بتاعها، انت في مصر بتتبع الدولة والحاكم بتاعها، متخرجش عن قوانينهم الا ان يأمرك بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: انما الطاعة في المعروف. يبقى احنا جماعتنا لكل المسلمين، مش مجموعة معينة، مش فرقة معينة، مش جماعة معينة. هو ده اللي بيعمل فرقة وتناحر واختلاف وشق العصا وتفريق الكلمة. جماعتنا جماعة المسلمين بالحاكم بتاعها، لان كل الناس لازم تتبع حاكم ورئيس، وإلا تصير الأمور فوضى. لو كل واحد قال لك لا انا مع الشيخ بتاعي، انا مع العالم بتاعي، انا مع الشيخ الحارة بتاعي، ما ينفعش. إلا لو شيخ الحارة ده معين من قبل الدولة، زي ما انت انا بتطيع المدير بتاعك، والمدير ده بيطيع مدير بعديه، والمدير اللي بعديه بيطيع الوزير، والوزير بيطيع الرئيس. كل دي منظومة متكاملة، هي دي الجماعة اللي بتتبعها، جماعة المسلمين تحت إمرة الحاكم المسلم. دي اسمها جماعة الأشخاص. في بقى جماعة المنهج، اللي احنا نفهم الدين حسب الجماعة المسلمة الصحيحة. ايه هو نفهم الدين ازاي؟ يعني احنا عندنا في مصر مثلا في الصوفية، وفي التبليغ والدعوة، وفي الإخوان المسلمين، وفي السلفية، وفي حزب النور. فدول كلهم بيقولوا احنا تبع الدولة، فهم كده متبعين جماعة أشخاص، بيقولوا احنا تبع الدولة وتحت نظام الدولة ومش بنفرق الدولة، يعني او نتصور ذلك، لان بعض الجماعات اللي ذكرتها منشقه عن الدوله اصلا. فدول جماعه اشخاص حققوا الجزئيه بتاعت احنا تحت اطار الدوله. لكن مين فيهم بقى في فهم الدين هو اللي صح؟ انا ادي لك القاعده،
من كان على الكتاب والسنة بتطبيق الصحابة. لأن كل اللي أنا قلتهم يقول لك إحنا على الكتاب والسنة، إحنا على الكتاب والسنة. طب أنتوا مختلفين ليه يا جماعة؟ مختلفين عارف ليه؟ عشان كل واحد بيفهم الدين أو القرآن والسنة بفهمه هو. أنا حاسس إن الآية دي معناها كذا، أنا حاسس إن الحديث ده معناه كذا. نقول له لا، لا فهمك ولا فهم، إنما هو نرجع إلى مين؟ لتطبيق الصحابة. في أكتر من حد يفهم الدين أكتر من الصحابة؟ أنت تفهم الآية أكتر من أبو بكر؟ تفهم الحديث أكتر من عمر؟ مستحيل. حد عبد ربنا أحسن من الصحابة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى كويس، يبقى ده مرجعية نافعة ولا لا؟ يبقى دي مرجعية تمام. اختلفنا في فهم النص، نرجع لتطبيق الصحابة. قلنا مثلا المولد النبوي، وناس تقول لك في مولد وحب النبي، وناس قالت لك لا دي بدعة. نعمل ايه؟ نشوف ايه الصحابة، الصحابة عملوا ايه؟ ما عملوش مولد، يبقى ما فيش مولد. قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. اللي ما كانش دين على عهد الصحابة النهاردة ما ينفعش يبقى دين. إنما أمور الدنيا زي ما أنتوا عايزين، موبايلات، طيارات، سيارات، دي أمور دنيوية. أنا بتكلم في الأمور الإيه؟ الدينية. الأمور الدينية نرجع لمين؟ لكتاب والسنة. وكله بيقول لك أنا كتاب والسنة. إحنا كأهل حق تميزنا بإيه؟ الكتاب والسنة في فهم الصحابة. ما نعملش حاجة خارج إطار تطبيق الصحابة. لو أنت التزمت بالمبدأ ده يبقى أنت كده مع جماعة المسلمين، الجماعة الحق. حتى لو الناس كلها قالت احنا الحق، لا، انت بالفعل مع القول الحق لانك على الكتاب والسنه بفهم الصحابه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. مين سبيل المؤمنين؟ من افضل ناس يطلق عليهم المؤمنين؟ الصحابه. فربنا قال اللي يتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابه، نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى فرض على كل مسلم انه يتبع سبيل الصحابة. يبقى تطبيق الصحابة، يمشي على خطى الصحابة. لو انت عملت كده يبقى انت حققت اللي قاله المصنف: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ليه؟ لان احنا عندنا منهج اهو. اللي هيشز عن اتباع الدولة المسلمة هو اللي شز، ده بتاع الفرقة والخلاف، لا هي الدولة بتاعتنا والحاكم بتاعنا، انتهت القضية. ما ينفعش حد يعمل يبقى حاكم مع الحاكم، ما ينفعش يبقى الدولة فيها حاكمين ولا المركب فيه رئيسين. تقول لي بس أنا ما ارتضيتش الحاكم، أقول لك ما دام صارت له الشوكة وصار له السمع والقوة ودانت له الأمور صار حاكما ملزم أنت بطاعته، لأنه استتبت له الأمور. حتى لو انت مش مختاره. ليه؟ لانك لو انت مش عاجبك وده مش عاجبه وده مش عاجبه، تفضل الدوله المسلمه ايه؟ في حاله تناحر واختلاف ومشاكل. انما لما نرتضي بوجود حاكم حتى وان كان مش الحاكم المثالي، ده انفع للامه واصلح ليها، لانها بتجتمع. والقوه في الايه؟ في الاجتماع. والضعف في ايه؟ في الايه؟ في الفرق. لا، نقبل على الوضع الحالي ايا كان الوضع. انا بدي امثله يعني لانه اجتماع، والاجتماع خير دايما خير. انما الفرقه تلاقي بقى الدول الاجنبيه تدخلت وتغلغلت فيما بينكم وافسدت البلاد والعباد. فاحنا جماعه اشخاص، مين؟ لا جماعه تبليغ ولا اخوان ولا اي حاجه، جماعه المسلمين اللي عليها الحاكم المسلم. والفهم الدين ازاي؟ الكتاب والسنه، فهم الصحابه. لو عملت كده يبقى انت فعلا يد الله مع الجماعه واتبعت الجماعه، وان شاء الله تكون من اهل الخير. ومن شذ شذ في النار. انما الجماعه هو جماعه المسلمين ودوله المسلمه، وفهم الدين الكتاب والسنه، فهم الصحابه. اذا فعلت ذلك فقد طبقت المقصود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.